السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا النهاردة مع موضوع مهم جدا، وهو مخاطر الصعق الكهربي. زي ما احنا شايفين الأطفال ممكن تعمل مصايب كتيرة جدا جدا. أنا حبيت أعرض بس بعض المشاكل اللي ممكن تتسبب فيها الأطفال لنفسها وللناس اللي حواليها، وإن شاء الله من خلال الفيديو تابعونا هنشوف المشكلة وطريقة الحل النهائي لخطر الصعق الكهربي، وإزاي نأمن نفسنا ونأمن أطفالنا ضد التعرض للصعق. وياريت كلنا نتابع الموضوع، لأن الموضوع مهم جدا جدا، وخليك معايا لنهاية الفيديو عشان بإذن الله أوريك الحل النهائي، بإذن الله الحل النهائي لتأمين أنفسنا وأطفالنا من خطر الصعق الكهربي، سواء في الاستحمام بواسطة السخان مثلا. طبعا احنا سمعنا كتير قوي عن السخان الكهربي ومشاكله وازاي بيعمل ماس، وازاي قرينا كتير قوي في الحوادث وفاة عروسين ليلة الصباحية ومعرفش ايه والكلام ده، سمعناه كتير جدا جدا. فازاي ان شاء الله هنأمن نفسنا لو السخان حصل فيه مشكلة؟ ايه هي وسائل التأمين النهائية عشان تحمينا وتحمي اطفالنا؟ والله المستعان. عندي هنا حمام سباحة غير مؤمن اهوت، وتلاجة فيها ماس كهربي، ولا حول ولا قوة الا بالله. صعق الطفل على الارض والكل اللي بيحاول يجيبه بيصعق زيه. الموضوع مأساوي جدا 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 مع صعوبته، بس عشان تحسوا بحجم الكارثة قد ايه ولازم نهتم بالموضوع ازاي ونأمن نفسنا ضد الصعق الكهربي ازاي. الحماية اللي هنركبها في بيوتنا كلنا هي قاطع او مفتاح الحماية ضد التسريب الارضي، هو ثمنه في حدود من 250 ل 300 جنيه، ودي تعتبر حاجة رخيصة جدا جدا بالنسبة لان انا بأمن حياتي وبأمن حياة اطفالي. ودي بعض الصور للقاطع اهوت، وممكن تشتريه من اي محل، وان شاء الله هشرح طريقة توصيله بالتفصيل دلوقتي، وهي طريقة سهلة هتأمن البيت كله لا قدر الله لو الطفل حط مثلا مسمار او مقص او اي حاجة في فيشة الكهرباء، او حصل ان السخان الكهربي بدأ يعمل ماس او ما شابه ذلك من مخاطر كهربية بالمنازل. بيقوم على طول المفتاح ده فاصل الكهرباء عن البيت كله ومأمن حياتنا وحياة أطفالنا في لحظة حدوث الماس ده، وتبتدي تروح تتك على الزر 6 لو انت هتشغل تاني، يشتغل معاك اوتوماتيك من دون اي مشاكل. المفتاح ده القيمة المناسبة لينا في البيوت يعني ان شاء الله هي 40 امبير، وقيمة تيار الفصل اللي هو 30 ملي امبير او اللي هو 3 من 100 امبير، ده لو انت هتروح ان شاء الله تشتريه من محل يعني. والمفتاح بياناته كلها موجودة في الصورة الموضحة قدامكم، ممكن تاخد الصورة دي وتشتري على أساسها المفتاح اللي انت عايزه. ودلوقتي هشرح لكم طريقة توصيل المفتاح ده زي ما هو موضح في الرسم كده. هو بياخد بعد المفتاح الرئيسي اللي بعد العداد، يعني هيبقى عندي مفتاحين اتنين اللي عليهم أرض وكهرباء، باخد الأرض والكهرباء بيدخلوا عليه وبيطلعوا منه يغذوا بقية مفاتيح الشقة. وأي كهربائي أو فني أو كده هيشوف الرسم اللي أنا موضحها دي هيفهم التوصيلة إن شاء الله بمنتهى السهولة. ودلوقتي جزئية كده للمهندسين أو الفنيين اللي عايزين يفهموا نظرية عمل الار سي دي فنيا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده في هنا محول فرقي اللي هو الاصفر ده، المحول ده هو بيقوم برصد اي تغير في التيار او اي ايرث ليكج او اي تسريب للارض دي في التيار. هنلاحظ كده ان التيار داخل على الهوت لاين او خط الكهرباء 10 امبير، فصاحبنا ده لما لمس اللاين حصل تسريب ارضي، فحصل ضرب في قيمة التيار بمقدار اهو وصل ل 99.99%. بيحس بيها الديفرنشال او المحول الفرقي دهوت، ويقوم على طول مطلع بلس تقوم بفصل ريشة الريلي اللي بيقوم بدوره بقطع التيار الكهربي. يعني هي القصة كلها ان هو بيقوم برصد عملية اي تغير في التيار على خط الرجوع او الخط الارضي نتيجة تلامس اي جسم للحمل او حدوث اتصال بالارضي. انا شايف كده ان انا يعتبر اديت فكرة مبسطة عن موضوع الار سي دي او الارث ليكج سيركت بريكر، واتمنى ان الناس كلها تبتدي تطبقه في بيوتها عشان نحافظ على سلامتنا وسلامة اطفالنا. والله الموفق. وما تنسوش في نهاية الفيديو تعملوا اعجاب للفيديو وتشاركوا الفيديو مع كل الناس عشان برضو ناخد الثواب في نشر العلم النافع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.